حرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد على تنظيم عدد من الزيارات لكنائس محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة. وقام شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال بالشوارع والكنائس، وذلك لإدخال البهجة والفرحة عليهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا في البداية والنهاردة بنعيد على اخواتنا الأقباط وبنعيد على المصريين كلهم، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين بسنة ميلادية جديدة. بنقول النهاردة احنا متواجدين دايما مع بعض، سعداء دايما مع بعض، وطن واحد ونسيج واحد. الحمد لله وحدتنا حاجة بنسعى بيها قدام العالم كله. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة واحنا كلنا طيبين ومصر كلها طيبة. احنا طبعا فرحانين جدا بوجودكم ووجود كل المهنئين وكل الناس اللي بتحب انها تحتفل مع كل الشعب، بحيث كل الطوائف مع بعض. احنا جالنا وفد من الازهر ومن الاوقاف النهارده وقعدوا معانا وقعدنا فتره مع بعض، وكانت لقاء جميل جدا. احنا متعودين ان هم بيجوا لنا كل على فترات كتيره، يعني مش حاجه جديده. وجالنا معظم الاحزاب وجاته، بحيث ان هي بتقدم التهنئه وبتقدم كل المحبه ليهم. وطبعا التحالف الوطني على رأسهم اللي هم دايما سباقين في التهنئة وسباقين في عمل الخير وعمل المحبة. التحالف اتفق مع الكنيسة ورتبنا ان في كل كنايس بورسعيد ان هم بيروحوا بيقدموا هدايا للأطفال الصغيرين، وكانت حاجة جميلة جدا والأطفال كلهم بيتلموا وكان منظر رائع. خطوة حلوة جدا جدا ان يكون مجموعة التحالف متواجدة معانا، بتشاركنا أفراحنا وبتشاركنا مناسباتنا. والملفت الجميل النهارده ان هم جايين يقدموا التهنئه بشكل ظريف وبطريقه جديده، مش بالطريقه البروتوكوليه العاديه. جايين للاطفال، جايين يشاركوا الاطفال ويلعبوا معاهم ويقدموا لهم هدايا تذكاريه بمناسبه الكريسماس والسنه الجديده. وكان في نوع من الفرحه الكبيره قوي، الاطفال كانوا فرحانين جدا وادخلوا البهجه على قلوب الاطفال.